السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما أخذنا موضوع الفانكشن هناخد الموضوع اللي ريليتد بيه قوي اللي هو البروسيجر. بروسيجر زي الفانكشن سب روتين، نوع من أنواع الفانكشن. ممكن الفانكشن هي شكل من أشكال البروسيجر، البروسيجر شكل من أشكال الفانكشن، مش فرق كتير، لكن في معاملتهم بتختلف في بعض الأشياء. إحنا شفنا الفانكشن، خلونا نشوف البروسيجر وبعد كده نتكلم ليه بنستخدم البروسيجر وايه اهميته بالنسبه للداتابيز مانجمنت سيستم. بس خلينا الاول نشوف فكرته، لان فكرته قريبه جدا من الفانكشن. فالاول انا هقول له كرييت، بدل ما كنا بنقول كرييت فانكشن فانا عندي المره دي كرييت بروسيجر. يعني البروسيجر برضو عباره عن سب بروجرام او برنامج في مجموعه من الاوامر، وليه اسم، وبنرجع على الاسم بنستدعي الاوامر اللي كانت موجوده فيه. قريبه قوي من الفكره بتاعت الفانكشن، لكن في بعض الاختلافات هنتعلمها ان شاء الله مع بعض. فمثلا انا هقول له مثلا بروسيجر، وليكن بيجت لي البروسيجر ده مثلا المتوسط مثلا المرتبات التيتشرز مثلا، تمام، التيتشر برايسنج مثلا، ماشي، سميته البروسيجر تيتشر برايسنج. برضه هنا بحدد الارجمنتس وقلت له بيجن، وفي الاخر بقول له اند. طبعا برضو ممكن احدد الديليمتر بتاعي، مفيش اي مشكله، عشان برضو الجمله بتبقى فيها، يعني البروسيجر بيبقى فيه اكتر من ايه، بيبقى فيه اكتر من سيمي كولون على حسب الجمل الموجوده. فانا هاجي اقوم جاي اقول له ايه، سيلكت مثلا الافريج اوف سالاري، خلاص افريج اوف سالاري از، ونديها اسم مثلا ايه، سالاري افريج، ماشي، سير افريج، وده فروم التيبل بتاعنا اسمه التيتشر، خلاص، والسيمي كولون. طب ايه الريتيرن؟ هنا مفيش ريكومليتيتين، وتلاحظوا ان احنا ما قلناش ولا ريتيرنز ولا ريتيرن ولا الكلام ده خالص. انا قلت له بس سيلكت والنتيجه على طول مباشره، يعني من الاخر خدت جمله سيلكت من الجمل بتاعت اي جمل سيلكت كنا اتعلمناها وحطيتها جوه البروسيجر على طول. بس البروسيجر بس اسمه تيتشر برايسنج، فالمفترض لما بنلعب على تيتشر برايسنج بيطلع النتيجه. فانا لو رحت وقلت له جو، قال لي البروسيجر ده يعني كرييتد، قلت له طب انا عايز اكول للبروسيجر ده، اعمل له كولينج ازاي، او انادي عليه ازاي؟ كنا بننادي على الفانكشن سيلكت واسم الفانكشن، هنا المره دي بنقول كول، خلاص بننادي كلمه كول واسم البروسيجر، واسم الايه؟ البروسيجر، يعني قلت له كول التيتشر برايسنج وقلت له جو. تلاحظوا ان جاب لي الايه؟ جاب لي النتيجه بتاعتي اللي هي 11450. ده كان الايه؟ مجرد ان عملت كول ما فيش سيلكت، وجاب لي النتيجه بتاعته، سواء كانت نتيجه يعني ريزلت 1 ريزلت او ميني ريزلت. خلاص؟ دي كانت فكره الايه؟ البروسيجر. لو اتكلمنا على السريع على الستور بروسيجر اللي احنا لسه عاملين الاكزامبل ده عنه، او الاكزامبل ده انا بس ايه هاجي هنا كده، ماشي. طيب هتكلم كلمتين على البروسيجر. البروسيجر ليه ادفانتج وليه ديس ادفانتج، يعني ليه مميزاته وليه عيوبه، عشان نفهم بس احنا ليه اصلا بنستخدم ال يعني الستور بروسيجر. فاول حاجه هقول ان هو بيريديوس النتورك ترافيك. يعني ايه بيريديوس النتورك ترافيك؟ في طبيعه الحال انتوا زي ما انتم ملاحظين بكتب كول وببعت وبكتب اسم البروسيجر وابعت القيم على طول، وهو بقى بيابديت بيسلكت باي حاجه، ما عندوش هو مشكله. فطبعا تلاحظوا ان الاسم بس والديتا بتبقى افضل لما يكون انا في ابلكيشن بيكومنيكيت مع الداتابيز، فبيبعت بقى جمله السيكوال وجمله المش عارف ايه وجمل كامله كبيره ويبعتها كلها بالاوامر بتاعتها، غير لما يكون بس جاست اسم الفانكشن او اسم البروسيجر والايه والبارامترز بتاعته خلاص. دي اول حاجه المفترض ان احنا ناخد بالنا منها. حاجه ثانيه من الافادات، سنترلايز بزنس لوجيك. البزنس لوجيك هو ان احنا نكتب الفكره، ولو كان حصل اف ان حصل كذا اعمل كذا، طب اللوب على دي واكد من كذا والكلام ده كله. الميزه ان اللوجيك ده لما بيتحط جوه الداتابيز بتبقى ميزه كويسه جدا،
لان طبعا لو انا بكتب كود بموبايل ابلكيشن بيكونكت فهو بيكونكت على نفس اللوجيك، بكتب كود بويب ابلكيشن بيكونكت على نفس اللوجيك، بكتب كود على ديسكتوب ابلكيشن نفس اللوجيك. فطبعا حفاظك على اللوجيك مع الداتابيز دي شيء كويس جدا. من ضمن المميزات الاخرى اللي بيقدمها لي الستور بروسيجر ان هو بيميك الداتابيز بيخلي الداتابيز مور سكيور. طبعا في الشكل ده انت بتخضع لل يعني حتى لو الداتابيز بتوصل اليها فانت بتخضع لكل الايه الكونديشنز اللي موجودين في الداتابيز، فانت بقت اكتر سكيورتي طالما انت بتوصل من خلال البروسيجرز والفانكشنز والكلام ده كله. حاجه كمان حكايه الكومبايليشن، الكومبايل هنا احنا بنعدي حاجه مهمه جدا لما نيجي بنعمل بروسيجر. احنا لما نيجي بنعمل بروسيجر بنكتب الكود وبنيجي نعمل له كومبايل فبيترجم فبيتشيك السينتاكس، بيتشيك افهم الحته دي كويس مهم جدا، بنحصل تشيك للسينتاكس بنتاكد ان الجمله مظبوطه، وبعدين يبدا يعمل لها اكزكيوتنج وينفذ الكومبايلد كود او الكود العرب للكومبايلد جوه الداتابيز. لما يكون ابلكيشن بيتكلم مع الداتابيز الوضع يبقى مختلف شويه. انا بتكتب الكود، لو انا مش بكلم البروسيجر بكلم الداتابيز مباشره، بكتب الكود بتاع سيلكت وبعته للداتابيز. فاللي بيحصل الكود بيعمل تشيك للسينتاكس بيتحقق من الجمله وبعدين يكومبايلها ويكزكيوتها، فبيعمل الثلاثه كل مره ففي بطء صح؟ غير لما يكون الجمله اصلا معمول لها قبل كده تشيك سينتاكس وقبل كده معمول لها كومبايل وجاهزه وبتاخد بس البارامترز بتاعتها على طول مباشره. فطبعا ده بيديني ايه؟ بيعلي البرفورمانس. خلاص الكومبايل الكود بيمبروف البرفورمانس لو حبينا امبروف للبرفورمانس. خلاص امبروفنج للبرفورمانس دي من الادفانتجز المهمه جدا في استخدام الايه السوبر بروسيجر والسوبر فانكشن. كده لو قلنا الديس ادفانتج، بس ايه الديس ادفانتج؟ خلاص ايه العيوب اللي ممكن تكون موجوده في استخدامنا لموضوع الموضوع ده؟ اول حاجه اسمها ريسورس يوزج. لو انت هتستخدم بروسيجرز بشكل مفرط خلاص فالميموري هتاخد برضو هتسحب ريسورس عاليه جدا بشكل على قد ما انت ايه على قد ما انت حاطط شغل في البروسيجرز بتاعتك، وطبعا بيستخدم السي بي يو بشكل قوي اللي موجود على الداتابيز. يعني الاخر لو انت هتستخدم تعمل يعني عندك سور بروسيجرز وفانكشنز وحاجات زي كده كتير يبقى المفترض ان السيرفر اللي هتحط عليه الداتابيز تبقى الريسورس بتاعته عاليه من السي بي يو بتاعته والرام والكلام ده كله عشان يقدر يشتغل. طيب من ضمن الحاجات ترابل شوتنج، وده حقيقي مشكله من المشاكل الترابل شوتنج جوه السيرفر بروسيجر للاسف بتبقى مش قويه. يعني ما بنقدرش نعمل ديباجنج وشغل تفصيلي زي ما كان زي الكودينج المكتوب من بره، فدي تعتبر شويه من الديس ادفانتجز اللي موجوده. وطبعا اللي بيطلع العيب اللي بعد كده المينتيننس، ان انا لو عايز اعمل بتاع دوت يعني صيانه للكود ومن تحديث ليه بيبقى شويه صعب، لان اغلب الديفلوبرز اللي موجودين في السوق للاسف بيبقوا عايزين يكتبوا كود مش فاهمين في الداتابيز وتفاصيلها. لكن انا ما بعتبرش ده يعني ديس ادفانتج قوي الحته دي، لان يتعلم يعني مش مشكله، بس هي حاجه موجوده في السوق لان دوت مستشعرين في السوق من فتره. لكن احنا اخذنا يعني سمبل ستور بروسيجر والادفانتج والديس ادفانتج بتاعه الستور بروسيجر، ونكمل مع الستور بروسيجر ان شاء الله.